السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد من سوسيولوجي. يا ترى وليد، كيف بدي أعرف إذا ابني مصاب بالتوحد أو لا؟ رح نعرف مع بعض، خليكم معي. قبل ما نعرف شو هي إشارات التوحد، لازم نعرف شو هو سبب التوحد. في ناس بتقول انه السبب نفسي، وناس بتقول السبب بيولوجي، وفي ناس وفي ناس وفي ناس، والناس بتضل بتحكي وبتحكي وبدون اي اشارات علمية. هذا كله غلط. كل الدراسات لحد الان ما في اي دراسة اثبتت انه توحد مصاب نتيجة شيء معين او نتيجة سبب معين. هذا يعني وليد انه التوحد ما له سبب؟ لا، اكيد له سبب، ما في شيء بدون سبب، لكن لحد الان لم يكتشف هذا السبب. طيب كيف بدي اعرف انا انه ابني مصاب بالتوحد او لا؟ هناك بعض الاشارات التي تدل على انه الابن مصاب بالتوحد او غير مصاب بالتوحد. اولا، مصاب بالتوحد بيولد طبيعي 100%، يعني ما في اي دكتور بالعالم بشخص مصاب التوحد او طفل التوحد من اول ولادته. من العام للعامين بتبلش اعراض توحد، واول شيء باعراض توحد هو انه بينسى كل شيء تعلمه. يعني الطفل بيكون بلش يحكي بعض الكلمات مثل بابا وماما، وبيبلش ينساها او يسكت عنها تماما. هذا هو اول شيء او اول عرض باعراض التوحد، هو انه ينسى تماما كل شيء تعلمه. ثانيا، بلاحظوا الاهل انه في صعوبة بالتواصل، سواء التواصل اللغوي مثل ما قلنا الكلام ببلش يتراجع او ببلش انه ينسى الكلام اللي قاله او ما بيحكي ابدا. اثنين، التواصل الحركي، يعني تندهله ما برد عليك، ممكن تصير قدامه شيء يعني معين وتحسه انه ما بيتأثر ابدا. بعض الناس بتحس يعني او بتفكر انه هذا الشيء ادى لصمم عند الطفل، بس هو ما انه صمم، لانه وقت اللي بتندهله على شيء هو بحبه فهو برد عليه، لكن وقت اللي هو الشيء رافضه مثلا، رافض انه يتكلم، رافض انه يتواصل، فوقتها ما بحب، هو سمعان او هو بس ما بحب انه يتواصل. بتلاقي طفل التوحد دائم الشرود او دائم النظر الى اماكن يعني معينة، وبيتجنب كتير انه يطلع فيك او يحط عينه بعينك، بتطلع عطول عم يطلع لمكان، يعني بتفكر انه يعني هذا المكان ما في هدف من النظر اليه. بتلاقي عم ينظر الى الحيط او عم ينظر الى شيء، يعني انت بتطلع انه ما في هدف من النظر لهذا المكان. يعني مثلا ما عم يتفرج على التلفزيون، لنقول انه مثلا عم يتفرج على افلام كرتون مثل بقية الاطفال، ما عم يتفرج على الشارع، عم يتفرج، عم يطلع اماكن مثلا مستحيل، مثلا تلاقي مثلا على الكرسي، مثلا عم يطلع على الكرسي، بضل هيك معين وعم يطلع على الكرسي، عم يطلع ما بتعرف ليش عم يطلع. هذا هو كمان عرض من اعراض التوحد. من اعراض التوحد كمان بتلاقي انه طفل التوحد بيتعلق باشياء غير ذات قيمة، او بتلاقيها انه شغلات ما انا كل هالشي ممكن انه الطفل يتعلق فيها، مثلا ما انا لعبة سيارة او دمية، او ممكن تلاقي انه مسكليتي، او لا تلاقي شغلات بسيطة جدا، مثلا ولنفرض ملقط غسيل، تلاقي هاي الشغلة كتير كتير بحبها وبتضل معه وبيضل ماسكها، وإذا حدا أخذها منه بتلاقي بيعصب وبينزعج وبيبكي، وبتلاقي مثلا بنيمة معه. يعني عم يتعلق بأشياء أنت لحالك تسأل إنه شو اللي علقه بهاي الأشياء. هذا هو كمان عرض من أعراض التوحد. كمان طفل التوحد بيسوي شغلات أو بيقوم بأفعال غير هادفة، يعني مثلا بتلاقي عم ينط فجأة هيك، انت بتلاقي انه عم ينط ليش او شو اللي صار او عشو عم يعبر، يعني على الاغلب غالبا هو عم يعبر عن فرحه، لكن نحن بنقول هو عم يعمل شغلات يعني غير هادف غير الاطفال التانيين.
الرفرفة، رفرفة اليدين هي واحدة من أعظم أو من أكبر الإشارات اللي بتخلي الشخص يعرف أنه هذا الطفل مصاب توحد أو غير مصاب توحد، رفرفة اليدين والدوران. لذلك يعني وقت اللي كنا نحن عم ندرب أطفال توحد كتير كانوا المدربين يقولوا لنا لازم تبعدوا عن أي شيء بدور أو عن أي لعبة متعلقة بالدوران. لهيك الدوران والنط والرفرفة هي وحدة كمان من أعراض التوحد. آخر شيء رح نحكي عن طفل التوحد هو إنه طفل التوحد ما بيستجيب للأوامر أو ما بيستجيب للنواهي أو الأوامر اللي أنت بتأمره فيها أو بتنهي عنها. يعني بتقول له مثلا حبيبي لا تروح على هذا المكان فهو بروح، لأنه أنت بيحاول ينفذ أوقات عكس الأمر اللي أنت عم تعطيه. وهيك بنكون حكينا عن أهم الأشياء أو الأعراض للتوحد، وكيف بتعرف إذا ابنك أو ابنك مصاب توحد أو غير مصاب توحد، وحكينا عن سبب التوحد وقلنا إنه ما في سبب رئيسي لحد الآن للتوحد، لكن دراسات لسه ماشية ولسه في دراسات، وإن شاء الله ينعرف السبب ويلتقى له علاج، لأنه لحد الآن ما في علاج للتوحد. رح نحكي بالفيديو الجاي عن كيفية تفكير الطفل المتوحد، وبصراحة هذا الشيء أخذ كتير مني دراسات وأخذ مني كتير نظريات لحتى عرفت كيف طفل التوحد أو كيف وصل المعلومة كيف طفل التوحد بفكر. وراح أحكي كمان عن أهم الأخطاء اللي نحن بنرتكبها مع طفل التوحد. في كتير أخطاء لازم ما نرتكبها قدام طفل التوحد، أو هي أخطاء عن طفل التوحد بس أنت بتفكرها أنه هي شغلة عادية. أنا وليد معمار، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم.